يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ترك الإنسان للعبادة بسبب خوفه في بلاد الكفر؟ إذا كان الخوف يعني يترك العبادة الواجبة، هذه ما يتركها، الواجبة ما يتركها، أما ترك فضائل الأعمال وترك المستحبات أمرها سهل، أمرها سهل، لكن الأمور الواجبة ما يتركها، ليصبر على الأذى ويتمسك بها. نعم. ولذلك لا تجوز الإقامة في بلد لا يظهر فيه دينه، لا تجوز الإقامة في بلد لا يقدر على إظهار دينه فيه. نعم.